يا استاذ انا ناقصك، انا ناقصك. اهلا. ده انا فاكر. انت مش عايز بقى. انا مش عايز؟ لا ده انا هعرفك. لا انت مش عايز ولا مش عايز. شريف احنا حالفين على المصحف ان لا يمكن اتجوز الا انت واحمد شهودي. متشكرين متشكرين يا مدام على المفاجاه دي. ايه الشيء ده؟ ده العريس. امال انت مين؟ انا عارف ما دام الاستاذ موجود يبقى خير البر عاجل. عاجله ايه يا استهانم؟ انا حاجز الراجل، انا واخد منه عربون 5 جنيه. نعم. ايه اللي بتهببوه ده؟ انا ماليش راي في الجرم ده ولا ايه؟ رايك يا استاذ انت هتيجي معايا مش كده؟ اهدى اهدى يا كابتن اهدى، الميه ما تفوتش على العطشان. ولا تفوت يا ست. يلا يا امان اتفضل يا سيدنا الشيخ. ما تسيبنيش يا سيدي. يا جماعه الفرحه بقت فرحتين، كتب الكتاب دلوقتي. الميه ما تفوتش على العطشان. انا مش عطشان يا شريف، انا تعبان. يعني انا اللي مش تعبان؟ منى ارجوكي عشان خاطري ليه عندك طلب واحد بس. تمسكي فيهم يقعدوا لغايه ما نشوف عيالهم. من عينيا يا روحي. سليمه 100% مش كده؟ انت تحمدي ربنا انك جيتي النهارده. ليه؟ القلب شهر ونص ما تتحركيش من السرير. يا خرابي. وتعملي تحليل دم ورسم قلب باسرع ما يمكن. يا خرابي. ست احلام قومي يا اختي انت بخير. قومي هنا مصيبه. قومي خير ويجي منين الخير؟ انا عارف كل اللي عملته فيا وتقوله خير. طلع النبي. امال لو كنت بكشف بفلوس كنت عملته فيا ايه؟ اسندها يا احمد اسندها. اهو تعالي يا تعالي معايا معايا معايا. احمد بقول لك ايه، ما تروح انت تحللي لها لغايه ما نسلك بعض بالصلاه على النبي. انا تعبانه انا عيانه هموت. تعالى كده اتندي عليا يا مدام. يا عم عبده تعالى وصل المدام لشقتك. عيانة يا رب بني ادم ما فيش الا لسان. دي تقيلة قوي. خلاص بقى انت تعبت قوي النهارده كفاك. انت راجع من سفر طويل ومحتاج حاجه تريحك. اخيرا. ايه والحاجه دي لازم تحصل حالا يا حبيبي. فعلا لازم تحصل حالا حالا يا حبيبي حالا. يا حبيبي ايه راح فين؟ احضر لك الحمام. حمام ده ايه؟ نخلي الحمام بعدين. نعم الناس بره. اعقل يا احمد اعقل. اعقل ايه؟ وانا بقى فيه عقل؟ ده انا خلاص نص اتجنن والنص التاني بيشاور عقله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بقى بعد ما غيب 6 اشهر تجيبي لي عيانين. عيانين ايه؟ هو انا بتاع عيانين؟ اعقل يا احمد اعقل يا احمد. تعالي بقى امال. منهم احمد بقول لك بره. احمد ايه ده اللي مؤاخذة؟ الو اهلا وسهلا حجوان. انت كنت بتقول ايه وانت طالع على السلم؟ انا ما قلتش حاجه. لا انت قلت حاجه في صدق وانا سمعتها. ايوه كان بيقر وبيقول يا بختكم متجوزين. انا الاستاذ محمود بذمتك بحلفك وحياه العشره اللي بينا وانا طالع على السلم سري انا فيا قال حاجه؟ سرك؟ والله دي مسائل عاليه انا لا اتدخل فيها. امال النحس اللي راكبنا ده سببه ايه؟ ايه ده؟ هو انت كمان؟ ما ابدا بلا والله وحياة ربنا. احنا معمول لنا عمل يا استاذ. يا جماعه ارجوكوا اميره مستنياني على نار. احمد ابوس ايدك انا في عرضك. يلا حاضر انا جاي. انا جاي. هتعمل شاهد؟ ايوه هعمل شاهد وبقى خلي الطب ينفعك. يلا يلا يا سيدي. يا عم تعمليها يا اميره هو ده الاتفاق. ايه
الو سجل اهلا. من فضلك اديني اميره. ايه بتتكلم؟ طب انا عايزاها في حاجه خطيره، دخلني على الخط معاها. اسمعيني بس. تليفون عشانك يا ام. ايوه دي عامله تعمليها يا اميره؟ احنا مش كنا متفقين؟ احنا مش كنا اتفقنا؟ مش كان على الاقل تدينا خبر؟ انا عايز اعرف ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ كنا ماشيين كويس والخطه كانت ناجحه 100% ومحدش فينا يرجع في كلامه. ايه الفرق بيننا وبين الستات التانيه؟ دلوقتي جوازنا هيقولوا اشمعنى اميره؟ ومش هنقدر نفتح بس بس ارجوكوا تسمعوني. انا شفت الباسبور بتاع سمير، تعرفوا ان بقالهم 6 اشهر ما نزلوش من على ظهر الباخره؟ 6 اشهر ما اتكلموش ولا اتعاملوا مع اي شيء مؤنث، كل حاجه في حياتهم كانت ذكر في ذكر. يا حبيبي يا احمد. يا حبيبي يا شريف. قضيتي كل ده كان كفايه عشان يبقى في قلبنا رحمه ونعوض لهم حرمان 6 اشهر. انا شخصيا لو كنت اتجوز سمير مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين كنت اتجوزته عشان اعوضه اللي فات. مش كده يا منى؟ قلت ايه يا ليلى؟ الو 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 يا حبيبي يا شريف. انا اسفه يا حبيبي، انا غلطت في حقك، لكن اوعدك اني هصلح غلطتي. كان الفستان اللي بيحبه. ستوب. عظيم. اكسلنت. المازون جاهز؟ جاهز يا فندم. استعجلوا بسرعه. حاضر يا فندم. اصيله هانم، ازيك يا اصيله هانم؟ وحشتيني يا سي محمود. فاكره يا اصيله هانم؟ فاكره يا سي محمود. فاكره لما سمير كان مستني عروسته واحنا بنلعب طاوله؟ خشب يا حبيبي خشب. اه هتروحي مني فين؟ تحدي. انت مش قدي. انت المأذون؟ ايوه. لا انت ما تنفعش خالص. انا عايز مأذون مودرن. نعم مأذون خواجة يعني؟ يا استاذ ده اشي ولا لا؟ استنى خالص اجري غوري. الله يلعنك. الله يعينك كفرة. يخيبك مخرج من دون المخرجين. ده سي محمود اللي هيكتب كتاب اميرة. سي محمود يا سي محمود. متأسف قوي يا عم محمود. احنا ظلمناكم. اه عشان كده بقى ليلى قلبتها مستشفى. ست منى بقى قلبتها لي صالة افراح. اه السلام عليكم. استنى على فين؟ اهو برضو انقذ ما يمكن انقاذه. انا بس الحق اي حاجه قبل الاجازه ما تخلص. طب ثواني بس اشوف الاستاذ محمود. ها عشان نلدع كاتب الكتاب. ما تغيبش. اغيب بسرعه بسرعه. يا محمود. مش محمود. اتفضل. حاضر يا استاذ محمود. انت يا جدع انت تعالى هنا. هي اسميه ولا ايه؟ انت كل شويه هتقعد تنط لي هنا؟ عايز ايه؟ الاستاذ محمود المأذون. سيادتك شفته؟ اه شفته. تصور افتكرت المأذون بتاعنا شدته من ده له دي حلوه. مشي مشي. مشي المأذون. اه ده انا هوديك في داهيه. لا 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 نازل ايدك، انت مش حامل اللي انت بتعمله ده. نازل ايدك بقولك. نازل ايدك. حاضر. الاجهزه المعنيه الخاصه بالضرب. انت مستعد؟